السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نحكي كيف نغير إعدادات الاجتماع أو الحصة الافتراضية على التيمز. تغيير الإعدادات بفيدنا نمنع الطلاب يتحكموا بالاجتماع، مثلاً يبعثوا مشاركة شاشة من عندهم أو يكتموا المايكات على الطلاب أو حتى على المعلم. بالتالي أنا بحدد له صلاحيات معينة، ووقت ما بدي أسمح له يشارك بعطيه المجال يشارك في خلال الاجتماع. فكيف أغير هذه الإعدادات؟ من خلال التقويم أو من أي مكان أنت أنشأت الاجتماع، غالبا من التقويم أفضل. نذهب إلى الاجتماع، نضغط عليه هون، في عندنا خانة خيارات الاجتماع، نضغط عليها. عندنا من يمكنه التقديم، عندنا خيارات كثيرة، هل الجميع أو أشخاص في مؤسستي، أشخاص معينون أو أنا فقط. رح نعينها دائما أنا فقط. كمعلم أنت اللي رح تتحكم بالحصة، وخلال الاجتماع يمكنك أيضا إعطاء صلاحيات للطلاب إذا كانوا بدهم يشاركوا شاشة أو يتكلموا بالمايك أو أي شيء آخر. فمنعين من يمكنه التقديم، أنا فقط وحفظ. هيك بنكون جاهزين. نغلق واغلق. هيك اجتماعنا بيكون جاهز ويتحكم فيه المعلم فقط. يعطيكم العافية.